السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل سمو. اليوم إن شاء الله سيكون عندنا حديث حول عملة سايتاما. سنقوم بتقديم لك بعض المعلومات حول الفيتو، الانتقال من الفيروان، المشاكل التي حدثت، وكذلك بعض الأشياء. وكذلك في الأخير سأضع لك نصيحة من القلب سأقوم بإعطائها لك، بحيث أنه لو كنت تفكر في الاستثمار في العملة ولو كنت تأخذ في السابق نظرة سلبية حول هذه العملة، سيكون عندنا حديث حولها اليوم، وسنقوم بطرح لكم بعض الأشياء حول هذه العملة مستقبلا إن شاء الله. لهذا في حال كانت هذه أول زيارة لك بالقناة، اشترك بالقناة وشاهد هذا الفيديو. سايتاما حديثي دائما يكون عندها بشكل سلبي، لكن هذه الحلقة ستكون مختلفة. والناس التي استثمرت خسرت أموالها في هذه العملة في السابق تحدث هنا، وكذلك هناك الكثير من سوف يعني يكون عنده انتقادات على هذه العملة، وعملة سيئة. يا أخي خالد لماذا تشرحها؟ فيا أخي كل ما تحدثت عن عملة سايتاما في السابق تحدثت عنها بسلبية، كان عندي حديث فيها بسلبية، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا لم أستثمر في هذه العملة بتاتا. يعني منذ انطلاقها كان عندي في البداية فكرة أنني أقوم بالاستثمار في هذه العملة، لكن للأسف رأيت على أن الفريق، وأهم شيء دائما في العملة أن ترى فريق العملة، فرأيت على أن الفريق يعني بالنسبة للرئيس التنفيذي الخاص بالعملة يعني خبرته ما مشي خبرة قوية، ما عندوش إمكانية أنه يكون رئيس، يعني ما عندوش إمكانية أنه يكون يعني رئيس تنفيذي. ممكن أن تكون الفيتو كفرصة ثانية، وأنا شخصيا سأقوم بالاستثمار في عملة سايتاما. عندما أقول الاستثمار في عملة سايتاما، لا أقول لك أن تقوم ببيع عملة ما خاسرة عندك وتذهب إلى شراء سايتاما. فيا أخي أنا أعطيك رأيي الخاص، أنا أعطيك ما أعمله، أنا أعطيك يعني الأشياء التي أشتغل بها أشاركها معك. فتقليص العملة هنا مثلا عندك 25 مليار من عملة سايتاما الآن، سوف يتم تحويلها إلى الفيتو لتصبح لديك 25 ألف، وبنفس السعر اللي كان عندك في الفيوان غيبقى عندك في الفيتو. لن يحدث شيء سوى تقليص العملة، وهذا التقليص غيحل واحد المشكل اللي كان مشكل كبير في عملة سايتاما. هذا المشكل هو مشكلة تسويقي، بحيث أنه في الفريق في السابق ما كانش عنده محفظة تسويق، ما كانش عنده سيولة من أجل أنه يقوم بالتسويق، حتى أن فريق العملة قال على أنه يعني تحدث هنا على رئيس تنفيذي للعملة، يعني تحدث الشركة طبعا تحدث على أن هذا السايتاما يعني كان تخسر عليها من الأموال من الجيب الخاص دياله، يعني كان هناك خسارة، كان يدفع مبالغ التسويق من جيبه الخاص، وهذا كان مشكل بحد ذاته، لأنه لا يعني ما يعني لا يمكن أنه يقوم بتسويق بشكل كبير جدا، يعني فقط من خلال يعني دون حصول على سيولة التسويق. لكن بمجرد أن يكون سويلة التسويق راح نشاهد العملة في مكان آخر. الكل يتساءل عن الهدف الأول اللي هو $1 في الفيتو. فيا أخي $1 أسهل شيء هو الحصول، هو الوصول إلى $1، ولو قارنتها مع الفيوان غتلقى يعني على أنها في السابق وصلت لها، يعني لو كانت في الفيتو في السابق غتكون وصلت لها، يعني مقارنة مع الفيوان للفيتو $1 أسهل شيء، يعني في الفيتو أسهل شيء هو الوصول إلى $1. نحن نطمح إلى أن يكون الأهداف هو أهداف كبيرة أكبر من سايتاما، أكبر يعني من الأهداف اللي $1. والناس التي استثمرت أموالها في السابق وخسرتها، ف يعني ما يمكن أن أقول والله يعوض على الجميع، وكذلك هذه هو المجال، العملات الرقمية فيه خسارة فيه ربح، لكن دائما يكون هناك صبر على عملاتك، لا تقوم ببيع بخسارة كما أقول لكم دائما، وما تكونش هناك دائما يعني يكون هناك أكثر من عملة تقوم بالاستثمار فيها، يعني أن تضع بيضك في سلة واحدة فهذا يشكل خطر بالنسبة لك. لا تعتمد على عملة واحدة، ولا تكون عندك مشاعر في عملة ما،
استخدام مشاعره كمثلا أنت أحببت هذه العملة ستستثمر فيها، أنت متاح لهذه العملة. لا أخي، هذا المجال لا يوجد به أتياح لأي عملة كيف ما كان، حتى البيتكوين نفسه لا لا ليس به أتياح. على العموم إخواني، هناك أسئلة كثيرة جاءتني بخصوص اختفاء سيطمة من الألبنك، حول يعني الاختفاء كذلك من بعض المنصات الأخرى، فهذا هو شيء عادي جدا. التقليص يلزمه تحويل وكذلك تغيير في الألغوريتم، سيؤدي ذلك إلى حذفهم من العديد من المنصات الأخرى، ليس فقط البنك، يعني أي منصة تجد هناك حذف لعملة البنك. لكن لا تخاف على أموالك، لأن أموالك لا زالت محفوظة في المنصة، يعني فقط يعني عندما سيتم انطلاق يعني سيطمة في عندما سيتم انطلاق الفيتو، سوف يتم طرحها على المنصة لتصبح سيطمة الفيتو متاحة للتداول. حسب نظرتي الخاصة، الانتقال يعني العملة من V1 V2 دائما ما يشكل فشل في تحقيق الأهداف. يعني أنا أقولها في أي فيديو، أي عملة، لا سيفموين، لا الميتادوك، لا عديد من العملات التي كانت هناك حصلت على مشاكل في تحويل من V1 V2، واي عملة تحولت من V1 V2 جاءت يعني من اجل يعني فشل في تحقيقها لهدف ما. سيطمة ممكن اننا نقول على انها عملة تحويلها من V1 V2، واللي كان المعلومة فقط كان هذا التحويل هذا جاء من خلال بعض المستثمرين اللي طالبوا بهذا الشيء، بانه يتم التحويل الى V2 من اجل يعني اصلاح المشاكل، خصوصا ان فريق العملة ليس هو من انشا العملة، بل كان هناك يعني الفريق يعني اشترى العملة من يعني من مالكين. وهذا هذا الشيء يعني الذي او هالاشياء الذي تم، لم يكن الفريق يمتلك محفظة من اجل تسويق، لم يكن الفريق يعني مؤمن بشكل كبير جدا على العمليات التي تتم، وحصلت العديد من الهجومات التي أثرت على العملة بسلبية طبعا. لكن في الوقت الحالي يعني أكثر من 300 شخص سيكون يعني من الأشخاص اللي غي استطاعوا أنهم يقوموا بعملية تأمين العملة بشكل كامل، وهذا بشكل كامل طبعا. هذه بعض التغييرات الجذرية التي سوف تحل بعض المشاكل، وأنا أقول على أن هذه التغييرات ممكن أنها تكون جيدة، تغيير بشكل كامل للعملة. وشيء اللي أرى حتى الآن سلبي هو الرئيس التنفيذي لهذه العملة، بحيث أنه دائما ما يعد بأشياء ولا يفي بها كما حدث في السابق، وكذلك قلة الخبرة التي يمتلكها، يعني مأكدش على أنه من الرجال اللي يستطيعوا أنهم يقوموا بعملية إدارة جيدة. هذا من بين الأشياء اللي أعاتب عليها ولازلت أعاتب عليها حتى في الفيتو، لكن يمكن أن نسمي الفيتو كمرحلة جديدة وكفرصة أخيرة يمكن أن يتم إعطاؤها لهذا الشخص هذا من أجل عملية يعني من أجل عملية يعني إصلاح المشاكل، وكذلك عودة سيطمة أقوى من السابق. أوكي، حاليا أنا بالنسبة لي راح أستثمر في سيطمة V2. كنت في السابق يعني لم أستثمر في العملة يعني لم أستثمر في عملة سيطمة بتاتا، لكن اليوم إن شاء الله فكرت أنني أقوم باستثمار نظرا للأشياء الإيجابية التي شاهدتها في العملة. قد أجد هناك بعض الانتقادات، لكن أنت تبقى لك خيارك ويبقى لك عندك يعني فرصتك، تريد أن تستثمر استثمر، يعني ما لا تريد أنت وخيارك، يعني لم يلزم عليك شخص أن تقوم بالاستثمار. نحن هنا نعطيك أفكار، نعطيك بعض المعلومات من أجل أن تستفيد منها والأخذ بها في تحليلك، لأنها تلك تبقى أموالك وتلك تبقى استثماراتك وأنت من تتحكم فيها. يعني بالنسبة كذلك للعملة، أهم شيء وهو خلاص، يعني لو شفت اللوغو تغير، شفت حتى يعني السيطمة تم تغيير اللوجو الخاص بها، تم تغيير كذلك العديد من الخوارزميات الخاصة بهذه العملة، فتغيير يعني التغيير الذي حدث كان
بسبب يعني على ان اصبح ما بقاش من العملات الكلابيه الدوغ كوين الشيبا، يعني ما بقاش من تعتبر من فئات اينو، يعني اصبحت عمله ذات مشروع يفيد المجتمع. وهذا الاهداف اللي من بينها كذلك شراء تذاكر من اجل مشاهده مباريات مثلا، شراء يعني تصبح كتستعمل كوسيله دفع، يعني كوسيله دفع سوف تصبح، وتحدث عن وسيله دفع يعني في العالم الواقعي، يعني من اجل شرائك مثلا لعمله، فيصبح من بين طرق الدفع اللي متاحه بالنسبه للمشتري. فهذا الشيء سيكون ايجابي بحيث انه يكون هناك طلب على هذه العمله، واهم شيء دائما التسويق، لأنه سيكون مفيد بشكل كبير جدا للعملة. فسنشاهد هذا وأكثر في المستقبل، ننتظر وسنقوم بمشاركة معكم الجديد في القادم إن شاء الله. وآخر شيء يعني فقط لآخر هذا الفيديو، أنا لا أطلب منك استثمار، أن تقوم بوضع استثمار ولا أبيع لك يعني أي شيء في حلقاتي وفي فيديوهاتي، لكن ما أقوم بعمله ونشره هو فقط معلومات كي تستفيد منها أنت شخصيا، وأقولها وأعيدها، أنا ما أنشر لك هو معلومات تستفيد منها. و سيطمة ربما عندما سأضع هذا الفيديو ستجد هناك انتقادات، لكن يعني هنا أنا أعرف أن هناك كثير من خسر أمواله، لكن هذه أعتبرها أنا فرصة من أجل التعويض، لأن العملة انطلاقها راح يكون هناك يعني صعود في البداية، وهذا سيكون عنده أرباح، لأن العملة يعني تعد بالكثير، وأعتقد على أنها سيكون هناك نقلة جيدة لهذه العملة، خصوصا دخولها إلى منصات كبيرة، ومنصة البينونس يعني سيصبح يعني متاحة أن تدخل يعني في أي لحظة يمكن أن تشاهد سيطرة ما تدخل إلى باينانس. لكن أهم شيء في الوقت الحالي هو استثمارك في الفيتو، لأنه سيكون مفيد بشكل كبير جدا للعملة، وأقولها وأعيدها فرصة مناسبة للاستثمار في عملة سيطرة. أنا في السابق من الأشخاص الذين كانوا غير متفائلين، وعدم تفاؤلي بالعملة كان شيء جيد لأنني ما أستثمر فيها، لأن كان في نزول قوي جدا لهذه العملة وفي ناس خسرت أموالها، لكن نظرتي الآن تؤشر على أنه يكون هناك حركة إيجابية لهذه العملة مستقبلا. فكل شخص عنده خياراته، كل شخص يكون يعني متحمل خسارته أو ربحه. هذا كل شيء في هذا الفيديو، لايك واشتراك وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.